ايات اي زميل في دفاعه، فله ما يله وله ما يراه في ابداء دفاعه ودفوعه. ولكن التناول الخاص بموضوع سبق الاصرار هو ده اللي كان مطلع الحديث او فحوى الحديث بتاعهم امام المحكمه. وكان هذه الجريمه لم يكن لها اعداد مسبق، وده طبعا مخالف للي موجود في الاوراق، لان كان في شقه 6 اكتوبر ولما لقوا ان الموضوع مش هينفع هناك بعد رفض المتهم الاول على قيام بهذه الفعلة في شقة اكتوبر، انتقلوا لفكرة اخرى بعد كام يوم. يعني في تفكير، في روية، في بهرة من وقت من الزمن استغرق للاعداد لهذه الجريمة. في ظروفتين بتوع قضية، لا خلينا نتكلم الاول على الاعداد. تمام، الاعداد، اعداد للجريمة لتوضيح سبق الاصرار، توضيح سبق الاصرار المتوافر. تمام. اللي بيقال انه ما كانش موجود. تمام. وبعدين بداوا يعدوا ان هم يوجدوا مكان اخر الى ان حصلوا على المزرعه اللي هي مكان مسرح الجريمه. لما حصلوا على المزرعه مسرح الجريمه وخلاص عرفوا كل جوانبها وعرفوا انها بعيده عن المسمع ومرأة ناس كتير لانها في مكان متطرف جدا، عملوا ايه بقى؟ بداوا يعدوا العده من قبل احضار المجني عليها، وراحوا للمتجر وجابوا الجاروف وجابوا المحرات وجابوا الشوال اللي هم كانوا بيحطوا فيه الحاجات اللي هي يعني هو بتاعت الردم، وجابوا ميه نار وجابوا جنزير وجابوا قفال. واذا افترضنا ان انت زي ما بتقول ان المزرعه دي على المتهم الاول ان انت جايبها عشان تربي فيها العجول وعشان تجعلها مراضيه لزوجتك على انك تعمل موضوع الطلاق، فيما بينك وبينها جايب مية نار ليه؟ جايب جنزير ليه؟ جايب تحفر ليه؟ قال لك اصل احنا عشان نعمل بير. فشهد مالك المزرعه بان المزرعه مجهزه وفيها البير الخاص بيها، كما شهد بان المتهم الثاني اللي بيحاول يهرب من موضوع الاتهام او اسناد الاتهام ليه ان في سبق الاصرار عشان يخفف وطأة الحبس عليه او وطأة العقوبه نفسها عليه، شهد بانه هو من اتى اليه وابرم معه الاتفاق ودفع المقدم، ولما جه ساعه العقد الثاني مالك المزرعه رفض، قال له تجيب لي اللي اسمه ايمن هو اللي هيمضي، يبقى تجيبه لي يمضي. ودي كانت اول مره يظهر فيها ايمن مع مالك الوحده، ومضى وخلاص. بعد ما مضى بايام وعملوا العده وحفروا الحفره بتاعتهم وجهزوها، بدا بقى في استقدام مين؟ المجني عليها. مين كان موجود في المزرعه منتظر؟ حسين المتهم الثاني. يعني انت رايح وعارف انه رايح يجيب مراته، اصل ده مش المكان اللي هيتم عليه الاتفاق ان انتوا تتقابلوا في مكان اللي هو وجودك وجود عرضي، ده وجود بناء على اتفاق مسبق وتحضير للجريمه اللي هترتكب في هذا اليوم، لان انتوا حددتوا اليوم وحددتوا الوقت وحددتوا الاداء وخلاص، يبقى دي النيه موجوده. نيجي نتكلم بعد كده جت، فبقى هناك علامه الاتفاق، هنتحرك ازاي؟ اعمل شيء يا حسين، دي هتبقى الجانب الاساسي لخروجك من الاحد من القعده عشان انا اقدر اتعامل معاها وبعدين انت تيجي تخش. لما انت دخلت اعمل شيء يا حسين وبتقول ان انا ما اعرفش، وفوجئت بان الزوج بيتعدى على زوجته، ما انا ما منعتوش ليه؟ يعني انت ما منعتوش انه واصل التعدي عليها ليه؟ بل ساهمت وشاركت وكبلت يديها علشان تمنعها من انها تدافع عن نفسها، وبالتالي كنت ليك دور في ارتكاب الجريمة. نية ازهاق الروح حتى ولو كانت وليدة اللحظة، فكده انت اصبحت عندك القتل العمد، ده لو افترضنا. انما الاعداد المشترك ما بينك وما بينه والتمثيل الجريمة والحاجات الاعداد اللي عملتوها لان انتوا تعملوا الجريمة من قبل احداثها، ده بيؤكد ان نية سبق الاصرار والترصد ليها عشان تجيبوها والقتل العمد متوافر. يبقى ظرف المشدد في هذه الجريمه متوافر. انا طبعا لا اصادر على احكام محاكم، انا بتكلم في وقائع الدعوه المطروحه امام المحكمه. الجانب الثاني والاهم، العامل النفسي اللي برضه طرحوه امام المحكمه بانه كان بيقوم بعمليه مجامله، دي اللي انا اول مره اسمعها في القانون امام المحاكم في الدفاع. مجامله يعني انا جامل واحد
في ان انا اوصله مشوار، ان انا اجامله في قتل ودفن لجثه، وكمان اروح اول وهله، ما هو يكاد المريب ان يقول خذوني. اول حاجه لما انتقل من مكانه راح فين؟ راح على بيت اسرته وتحدث بتفاصيل الجريمه زي ما حصلت معاه واسرته، لانها اسره محترمه، ولا مش شرط ان يكون رب الاسره لديه امور معينه، ولكن الاسره المحترمه قالوا له لا ما تسكتش على حاجه زي كده، روح اعمل. وقد يكون ان هم بيقولوا له كده من جانب تاني، ان هم خايفين ان مثلا المتهم الاول ذو سلطه وفي القضاء، فيمكن هو يامن نفسه، فتبقى انت اللي شايل الليله، فروح يا ابني قول الكلام ده. وعن طريق زميل محامي اقتادوا الى النيابه بزعم، من البدايه هم وديه بزعم. ايه هو الزعم وايه دليلي على كلامي؟ انه لما ودى النيابه ودى عشان يبقى شاهد. لما شهد وهو اللي قال على مكان الجثه وراح وانتقل وعمل كل حاجه، اصبح بقى في تحقيق، صح؟ اثناء التحقيق لازم يكون في محامي. فلما سالوه عن المحامي قال لهم محاميه الاستاذ فلان الفلاني اللي بنتحدث عنه، فما كانش موجود. اتصلوا بيه النيابه، اللي بيدفعوا بان ما كانش موجود معاه محامي، اتصلوا بيه النيابه ولم تشرح في التحقيق الا بحضوره، فاعتذر ان هو هيكون موجود قبل الساعه 6 مساء في ذات اليوم وحضر. ولما حضر وبدا المتهم الثاني في سرد وقائع الجريمه كامله تفصيليه وارشاده عن مكان الجثه بالتفصيل، والنيابه لما انتقلت ثبتت ان الكلام اللي بيقال مطابق للاحداث اللي موجوده في المكان الزمان والحادث وكل الاثار اللي موجوده على شيماء جمال الله يرحمها. تمام؟ عمل ايه المحامي؟ انسحب من التحقيقات. اول ما الاعتراف تم انسحب من التحقيقات. ليه؟ لان اللي اقتادوا عليه للنيابه هو نفسه المتهم، خلاص ربنا انطقه. اللي هم رايحين يجعلوه يلبسوا الحق بالباطل، ربنا انطقه. فلما انطقوا التاني الحيله بتاعته فصل، خلاص فانتهى الموضوع. هذا ما دار امام المحكمه اليوم في هذين الجانبين بس، في مده لا تزيد عن 5 دقائق. حالوا للمذكره الطعن اللي قدموها واللي يمكن كل الصحف تناولتها ونشروها بالتفصيل، تمام؟ ولكن محامين الطعن بالنقد لم يمثلوا النهارده، يعني اللي كتبوا المذكره ما كانوش هم اللي موجودين. هل المحكمه سمحت لكل محامي ياخد وقته في المرافعه؟ المحكمه لم تصادر على اي احد، حتى من اول الجلسه ما اشتغلت لغايه لما جه الرول بتاعنا، انا ما شفتش المحكمه منعت اي محامي زميل من الترافع او ابداء دفوعه، علما بان معظم محاكم النقد بتقول لك اتكلم في نطاق مذكره الطعن بالنقد بتاعتك بس. كده ما انا ده بس. المحكمه كانت بتسمع وتنصت للجميع صراحه، محكمه قمه. يعني هنتكلم في ايه؟ يعني ما قالتش مثلا حضرتك انت بتخرج عن السياق؟ لا 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 لا, لا خالص. اول متهم قال الكلمتين اللي قالهم في اقل من دقيقتين، اللي هم ما يتعلق بموضوع ان المحكمه لما نطقت الحكم ما قالتش باجماع الاراء وموضوع الحصان ده بس. بس والباقي حالته للمذكره. يعني المتهم الثاني هو اللي كان ليه نصيب في المرافعه. المتهم الثاني لم يتحدث الا في مرافعه، ولكنها استغرقت يعني دقائق معينه، لانها كانت منصبه على امر ما الا وهو العامل النفسي وسبق الاصرار. بيحاولوا يشيلوا، بمعنى اصح يعني كان بيتهيألي المفروض يطلب من المحكمه احسن استعمال الرأف. رد المحكمه على ان في حد عايز يحضر بناء عليه على شاهد؟ لا لا لا، ما فيش شهود ولم تدلى ولم تطلب، ما فيش لحد طلب زي ده ولا اي حاجه تتعلق بالموضوع ده، ما فيش حاجه حصلت كده. بالعكس، المحكمه منحتهم الفرصه، قالوا ما لديهم من احاديث. حتى الزميل المحامي اللي كان حاضر مع المتهم الثاني اللي هو تربطه بيه صله قرابه منحوا الحديث، وهو ليس له الحق اصلا في الوصول امام محكمه النقد. مهم جدا حضرتك تبرز للراي العام ان ايه سبب منع والده الاعلاميه شيماء جمال من دخول القاعه، عشان الناس كلها بتسال إيه؟ ليه تم منع والده الاعلاميه شيماء جمال؟ هذا امر غير مقصود به والده الاعلاميه شيماء جمال، ولكن هذا النظام المتبع في دار القضاء العالي، ما فيش اي اهالي بتدخل المحكمه. المحامين والمتقاضين اللي ليهم قضيه، متهمين او مدعين او اي حاجه ثانيه. يا ريس، يعني النهارده ما كانش فيه الامر مقصور على والده؟ لا 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 خالص، لا 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 خالص، بدليل ان في ناس هي قريبتها كانت دخلت تمكنت من الدخول وخرجت بمزاجها، ولكن ده استثنائي كده يعني. لانها دخلت من الباب التاني، الباب ده لا يمكن تعرف تدخل منه. يعني حضرتك في دار القضاء العالي لا دخول غير للمتقاضين والمحامين. المحامين والمتقاضين. لان ده مكان يا جماعه اللي بتحلف فيه النيابه والوضاه وكل الوضاه موجوده جوه. برضو عشان ننور الراي العام، هل المتهمين حضروا؟ لا لا،
لانه شرط اساسي لم تمثل المتهمين بداخل القاعه ما شفناهمش، ولكن هو شرط اساسي لقبول النقض ان يكون المتهم منفذ عليه العقوبه. بالزبط. وطبعا موجود في الاوراق ان المتهم منفذ عليهم، المتهمين منفذ عليهم العقوبه، وده شان المحكمه، مش لازم تشوفهم. ممكن يكونوا موجودين، بس اذا موجودين كانوا دخلوا القاعه، كانوا دخلوا. لو موجودين بيجوا بامر اورنيك من السجن، فطالما الاورنيك ده بيتعرض على المحكمه يبقى المتهمين موجودين، المحكمه هتحضرهم، لكن ما حصلش. هل هناك احتماليه لقبول النقض؟ النقض مقبول شكلا اصلا؟ لا في الموضوع احاله الى دائره اخرى. هل من المتعرف عليه ان بعد التعديلات الجديده محكمه النقض بتتصدى على طول؟ بتتصدى، بس برضو ما فيش احاله لدائره اخرى ولا حاجه. احنا بين امرين. الامر الاولاني هو حجز الدعوه للحكم، تمام، ان المحكمه تستغرق وقتها في الاوراق وتفحصها وتحجز للحكم عشان تنطق بالحكم. او امر ثاني، وهو من امرين. الامر الاولاني انها تاجل لضم مفردات الدعوه. تاجل لضم مفردات الدعوه، يبقى كده في، يبقى كده ثلاث امور. لا ما هو الاولاني الحكم، تاجل الحكم، تحجز الحكم، ما هو ده تاجيل. تمام. الثاني تاجيل لضم المفردات. الثالث الرفض، او الثالث هو القضاء اصلا النهارده. بالظبط، خلاص، هم دول الثلاث احتمالات. فروض كده قلت لك عليها. لا لحضرتك، وحضرتك ترى الاحتمال الاوقع اللي ممكن يحصل ايه؟ احتمال له اقرب اليوم يعني. والله فاكر قضيه محمد عادل؟ اظن قضيه محمد عادل استغرقت اكتر من هذه القضيه. أصل. اعلاميا. أصل. وفي ذات اليوم صدر الحكم. هذه القضيه ليست بهذا يعني، هذا الامر اللي هي اللي حواليها ده عشان بس المتهم الاول والمجني عليها مكانتهم موجوده، لكن القضيه تقضي فيها المحكمه النهارده. العام برضو عايز يعرف حاجه قانونيه مهمه، بعد تأييد حكم الاعدام الخطوات اللي هتحصل قبل التنفيذ والتأييد؟ لا 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 لا، في نقطه مهمه. اول هام الحكم عندي من شقين، الاعدام وسنه، في سنه. ده جانب. الجانب الثاني والغير معلن عنه واللي ما نقدرش نتكلم فيه لانه مش موضوعنا، ده موضوع الدوله. ان هناك تحقيقات بتجري بالفعل حوالين المواضيع الثانيه اللي كانت موجوده في الاوراق، مش عايزين نفسح عنها. تمام. فيما يتعلق بالمتهم الاول. تمام. بس من غير ما نقول هي ايه يعني، حضرتك ايه اللي هيحصل بعد تأييد حكم الاعدام؟ خلاص التنفيذ. انت عندك ايه بعد الاعدام؟ خلاص التاشيره من رئيس الجمهوريه بالتوقيع على الحكم، المفترض 60 يوم. 60 يوم. وهو ممكن خلال الفتره دي اذا كان لديه اي سبب اخر لم يطرح في مراحل المحاكمه ومن شان تقديم وتغيير وجه الراي في الدعوه بامور يعني يفحصها النائب العام، من حقه يقدم التماس اعاده نظر. التماس اعاده نظر ده اذا كان هناك امور، وطبعا يعني ده الكلام اللي احنا بنقوله ده ملوش اي اساس، بس مش موجود. اخرى لا توقف التنفيذ لحين الفصل فيها، اي قضايا اخرى اللي هي الخاصه بالمتهم الاول ترجع لانها ما فيها تحيات. النهارده لما يكون عندي حكم مثلا بالحبس سنه، خلينا في السنه اللي موجوده، وعندي حكم اعدام، انفذ الاعدام وبعدين استنى السنه، ولا انفذ السنه وبعدين اروح انفذ الاعدام؟ السنه عدد يا فندم. ما هو احنا بنتكلم عموما، التحيات دي هتوصل لقضيه ومحاكمه ولا لا؟ وهتوصل لعقوبه بغض النظر الحكم ده ما هو حتى لو الحكم ده موجود يجب الباقي، بس المحاكمه تتم. طالما انا في تحيات هقفلها ازاي؟ تفيد الدوله، لانها قضيه يعني انت بتسال في شان خاص بتحيات في الدوله. يا استاذ اشرف، حضرتك يعني احنا جاهلين بالقانون كيفيه تنفيذ حكم الاعدام، من الحاضرون اذا تم تاكيد الحكم النهارده النيابه العامه وشيخ من الازهر هل حد من اهله او يجوز لمحامي المتهم او محامي بالدعاء المدني انه يطلب للنائب العام ويقبل او يرفض؟ يجوز. هل يجوز لوالدة الاعلاميه شيماء جمال ان تحضر؟ لا لا حتى ولو طلب؟ لا، ما كانش حتى عرفا ولا قانونا يا فندم. لا، المحامي نفسه هو اللي بيطلب، بيقدم طلب انه عايز يحضر المتهم. المتهم في اجراءات لرجعة تنفيذ حكم الاعدام يعني مثلا في وقت معين، اعياد ومناسبات؟ يا فندم دي قوانين خاصه بمصلحه السجون في كيفيه التنفيذ امتى. اول هام الاعدام معروف الاعدام يا فندم بالراحه بس حضرتك، لا احكام الاعدام انا بجاوبك اجابه حضرتك بتسال يعني في موضوع تنفيذ الاعدام هيتم امتى. مفيش تنفيذ اعدام في ايام الاشهر الحرم، اي وقت بقى تاني مش بتاعي، لان ده حتى بيبقى سرا يعني انا عارف.